نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. سورة البقرة لیسن نمبر 8 آیات 30 سے لے کر 39 تک آیات 30 سے لے کر 39 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے, جب آپ تعوذ کو شروع کر رہے ہیں تو حمزہ آپ کا کھینچ رہا ہے, اعوذ یہ آواز نہیں آنی چاہیے, اعوذ ٹھیک ہے, اعوذ باللہ, اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ آپ 10 ٹائم پڑھ کے آئیں گے, اچھے سے پڑھ کے آئیں گے تاکہ آپ انشاءاللہ جب بھی ہم اپنی قرات کا یا تجوید کا آغاز کرتے ہیں تو ہم کس سے شروع کرتے ہیں, تعوذ سے شروع کرتے ہیں. اگر یہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر آگے کا بھی ہو سکتا ہے ہم غلط پڑھ جائیں, ٹھیک ہے, یعنی اسٹارٹنگ بہت اہم ہے. اب دوبارہ سے آپ پڑھیں گے تعوذ کو, ایک ایک حرف پر پینسل پھیریں گے, پڑھیے اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ, آپ مت دیکھ رہے ہیں لام پر, آپ یہاں فور کاؤنٹس کھینچیں گے اور پھر آگے حمزہ ہے, آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے للملائکتی, نشان لگا لیجئے مت کو, سب ایک ساتھ مل کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی آوازیں ایک ساتھ ہونی چاہیے. وَإِذْ قَالَ سے مل کے پڑھیے, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها मैं युफ्सिदु फीहा, जब आप मीम को या से मिला रहे हैं, टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे, मैं युफ्सिदु फीहा। युफ्सिदु या पर पेश की हरकतें, दाल पर भी पेश की हरकतें, कैसे पढ़ेंगे? होंठों को मुकम्मल गोल करके। दोबारा से पढ़िए कौलू से। दोबारा से पढ़ें, अभी भी मुकम्मल होंठ गोल कुछ स्टूडेंट्स के नहीं थे। कॉल उसे दोबारा पढ़ेंगे। मैं युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। ويسفك الدماء الدماء। जब आप यहां रोक रहे हैं, मत को पूरे काउंट्स खींचेंगे। कितने काउंट खींचेंगे? फोर काउंट। उसके बाद आप हमजा को झटके के साथ पढ़ेंगे। ويسفك الدماء अधिमा। इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक। वनहनु नुसब्बिहु بحمدك ونقدس لك। जब आपने यहां रोका लका पर, तो आप किस तरह रोकेंगे? से काफ को साकिन कर देंगे। काफ की हरकत देखें कौन सी है, जबर। फिर हम इसको क्या कर देंगे, साकिन। लका नहीं पढ़ेंगे, लक। ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إني। गुना प्रॉपर अदा कीजिए, ठीक है? और फिर इन्नी पर मत भी है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट ने मद अदा नहीं की। इन्नी आलमु ऐसे नहीं पढ़ना। इन्नी आलमु कला इन्नी आलमु माला तालमु। قال إني أعلم ما لا تعلمون أعلم ما لا تعلمون
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال جب آپ یہاں روک رہے ہیں فور کاؤنٹس آپ کو کھینچنا ہے فقال ثم عرضهم ہاں پر پیش کی حرکتیں آپ سب ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے ثم عرضهم سب مل کے پڑھیے یہاں سے فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء انبئونی یہاں آپ ٹو کاؤنٹس کا گننا کریں گے انبئونی اچھا بِأَسْمَائِ هَٰؤُلَاء یہاں مد کے بعد آپ دیکھیں جتنی بھی مدات آ رہی ہیں اس کے بعد حمزہ ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے بِأَسْمَائِ هَٰؤُلَاء اتنے سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جھٹکا زیادہ محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیے بِأَسْمَائِ صادقین پڑھیں گے دال کے نیچے زیر کی حرکتیں مارک کیجیے باریکی کے ساتھ پڑھیں گے ان کنتم صادقین صادقین جب آپ یہاں روک رہے ہیں پورا پراپر فور کاؤنٹس کھینچیے ٹھیک ہے صادقین
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سے آپ سب دوبارہ پڑھیں گے. إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم. أم پر بھی گننا ہے پھر ہم جب آپ ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ گننا ادا کریں گے ٹھیک ہے ٹو کاؤنٹس کا. اب آپ دوبارہ غور سے سنیں گے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم اوپر بھی آیا تھا انی اعلم اور نیچے بھی آ رہا ہے گناہ اور مد دونوں ادا کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض إني أعلم إني أعلم
غيب السماوات والأرض. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كنتم اكفا ہے ٹھیک ہے، گناہ کا نشان لگائیے، ٹو کاؤنٹس گناہ کرنا ہے. پھر تک تمون، تا اور میم پر کون سی حرکتیں؟ پیش، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. دوبارہ سے پڑھیے، و اعلم ما تک تمون. وَأَعْلَمُ مَا، جب آپ سب مل کے پڑھ رہے تھے تو کچھ آواز ایسی تھی، وَأَعْلَمُ مَا وَأَعْلَمُ مَا، نشان لگائیے. یعنی حرکات ہم نے جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ حرکات کو نہیں کھینچتے. اب دوبارہ سے پڑھیں گے، وَأَعْلَمُ مَا، پڑھ کے سنائیے. اچھا، مکمل کھینچا کریں اینڈ تک. تک تو مون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. زیر کو مارک کیجئے اور آپ دوبارہ سے پڑھ کے سنائیے، وَإِذْ قُلْنَا سے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى تكبر. أبا واستكبر وكان من الكافرين. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا
वला तकरबा, यहाँ आप देखें तकरबा में आपको खींचते हुए जाना है, तकरबा हाजिश नहीं, तकरबा वला तकरबा हाजिश शजरत फतकूना, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، فأخرجهما مما كان فيه، كان فيه. अच्छा यहाँ का ना दोनों पर आपको खींचते हुए जाना है। कुरान में का ना भी आया यानी नून पर सिर्फ जबर, लेकिन यहाँ पर जो आपको खींचना है एक अलिफ यानी दो हरकात, का ना फी, वकुलना बी तू बअदुकुम लिबअदिन अदू, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، لِبَعْضٍ نَيْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. अच्छा दोबारा पढ़ें, وَقُلْنَا اهْبِطُوا से जे और पेश दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे उनकी अदायगी के साथ। وَقُلْنَا اهْبِطُوا पढ़ के सुनाइए। अभी भी मुझे आवाज आ रही, लिबादिन लिबादिन अदू से निशान लगाइए। وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه،
فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे तजवीद की बुक में, लेकिन आप सिर्फ यहाँ थोड़ा सा लिखिए वक्फ की सूरत में जब आप दो ज़बर की तनवीन पर रुकते हैं तो उसे एक ज़बर में बदलते हैं, फिर जब वो एक ज़बर में बदलेगा तो आपको उसको खींचना भी है, इंशाल्लाह उसका नाम भी आपको पता चलेगा कि फिर वो अलिफ मद्दा कहलाता है। ठीक है, भी फ़िलहाल आप इतना देख लीजिए कि दो ज़बर की तनवीन को हम एक ज़बर में बदलेंगे और फिर उसे हम खींचेंगे एक अलिफ यानी दो हरकात। ठीक है, इसी तरह देखें जमीअन था, जब हमने रोका तो क्या बना जमीअ और फिर हमने इसे खींचा भी है। कुलना बीतु मिन्हा जमीअ, फइम्मा यातियन्नकुम मिन فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تَبِيعَ पढ़ेंगे या तबीआ, खींचना नहीं है, हरकात है। ठीक है, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا अच्छा मैं दोबारा मद्दात अदा करूंगी, आपने गौर से सुनना है। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक, उलाइक उलाइक अस्हाबुन्नार।
जब आप बा को नून से मिला रहे हैं, गुन्ना करेंगे टू काउंट्स का, अस्हाबुन्नार। हुम फीहा खालिदून। هم فيها خالدون الحمد لله। آیت کے ساتھ ہمارا لیسن بھی مکمل ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلهي آمين.